بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عمري الشهيد الرضيع سيد حسين سيد احمد بن السراوس. القي كلمتي نيابه عن عوائل الشهداء عن جميع المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم. بسم الله المنان. بسم الله القاهر الجبار. بسم الله الفرد الصمد. اعوذ بجلال وجهك الكريم من كل ضال متدبر. يا من تقهر عبادك بالموت والفناء. يا من تذل له الرقاب والعبوديه. امنا بك وصبرنا على جميع عطاياك. بارنا الجنه والار فيمن ظلمنا وسلب حقنا وقتل ابنائنا وسجن اجسادنا. العفيفات الشريفات خلف القضبان الباقي. والصلاه والسلام على محمد وال محمد. السلام على شعب البحرين الصامت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقد عشنا في ظل هذه الحكومه المتغطرسه وقد شاهدتم كيف تضرب النساء وتهان وتقتل وتسحب في الطرقات. وتذكرنا ما جرى على سيدتي زينب سلام الله عليها وقواتها زينب وقولها من الطاغي امام اعين الناس وفضحت يزيد وزمرته وزمرته يزيد في ذلك الزمن وفي ذلك المكان. وها نحن نقول مجددا امن العدل يا ابن الطلقاء تقدير حرارتك مقامائك وصدق بنات رسول الله سبايا. لقد هتفت سفورهن فهذا الموقف الرهيب الذي وقفنا به فهذا الموقف الرهيب الذي وقفت فيه هذه السيده الطاهره مثل هذه الحق تمثيلا واعضاء الحقيقه ونساءنا قد وقفنا في وجه القتله وقال له مثل قول تلك السيده الجليله فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وان ايامك الا عدد وقولك الا فلد. ونحن نقف اليوم ونقول لك لكل الظلمة في هذه البلاد ونحن سنرفع صوتنا عاليا مجدلا. هيهات من الذلة هيهات من الذلة ولن نرفع الا لله. وان اضراب الكرامة الثانية اليوم يوم الخميس القادم الموافق الرابع عشر من مارس المقاومة مشاركتكم القوية ترفع رؤوسنا نحن عوائل الشهداء وتشعرنا انكم قادمون على الأرض الذي فارقتم عليه الشهداء وشاركونا في الأغراض يا شعب البحرين. ونحن كعوائل الشهداء سنكون معكم باذن الله حتى القصاص من القدر و